تعالوا بقى مع بعض نشوف طب ايه التعديلات الدستورية اللي موجودة دي، كم مادة بتقول ايه. عايز اقول لكم ان سيادة المستشار الفاضل لاشين ابراهيم اراهم في هذا المؤتمر الصحفي. تعالوا مع بعض نسمع هذه المواد ونرجع لكم مرة تانية. اصدر مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 26 لسنة 2019 في 17/4/2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور على النحو التالي. بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 45 سنة 2014 وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى كتاب السيد رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17/4/2019 والمرفق به قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 16/4/2019 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 17/4/2019. قرر مجلس إدارة الهيئة المادة الأولى الناخبون المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مدعوون للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمقر لجان الانتخابات الفرعية وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام مواد الدستور. المادة الأولى من التعديلات الواردة بقرار مجلس النواب يستبدل بنصوص المواد 102 الفقرتين الأولى والثالثة و 140 الفقرة الأولى و 160 الفقرتين الأولى والأخيرة و 185 و 189 الفقرة الثانية و 190 و 193 الفقرة الثالثة و 200 الفقرة الأولى و 204 الفقرة الثانية و 234 و 243 و 244 من دستور جمهورية مصر العربية النصوص الآتية. مادة 102 الفقرة الأولى يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. مادة 102 الفقرة الثالثة ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة من بينهما. مادة 140 الفقرة الأولى ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفة ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة 160 الفقرة الأولى إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160 الفقرة الأخيرة ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يقيل الحكومة كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 185 تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظم القانون ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ويكون للمجلس الأعلى
أمين عام ويكون المجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شؤون تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم رئيس المجلس. مادة 189 الفقرة الثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقد والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. مادة 190 مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليها، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 193 الفقرة الثالثة: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهم الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. مادة 200 الفقرة الأولى: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204 الفقرة الثانية: ولا يجوز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234 يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 243 تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. مادة 244 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. المادة الثانية من قرار مجلس النواب تضاف إلى دستور جمهورية مصر العربية مواد جديدة بأرقام 150 مكرر، 241 مكرر، 244 مكرر، نصوصها كالآتي: مادة 150 مكرر: للرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية،
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 145 173. مادة 241 مكرر، تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. مادة 244 مكرر، يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم. المادة 3 من قرار مجلس النواب، يضاف باب جديد إلى دستور جمهورية مصر العربية وعنوانه الباب 7 مجلس الشيوخ ونصوصه كالآتي: مادة 248، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقاومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. مادة 249، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. مادة 250، يشكل مجلس الشيوخ من عدد الأعضاء وحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. مادة 251، يشترط في من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر، وبما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. مادة 252، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب. مادة 253، رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. مادة 254، تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103 و104 و105 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 فقرة 1 و2 و132 و133 و136 و137، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. المادة 4 من قرار مجلس النواب، يحذف عنوان الفصلين الأول والثاني من الباب 6 من الدستور. المادة 5 من قرار مجلس النواب، يعمل بالتعديلات الدستورية الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلام موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. دي المواد اللي تم تعديلها داخل الدستور المصري. مواد فيها تفاصيل كتير جدا، زي ما احنا شايفين ان ازاي اتشاف ايه المشاكل اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة اللي ممكن تعيق بعض الأمور، وبيتم تعديلها الآن علشان ده شكل مصر
المنتظر ان هو يبقى في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. ده الفكر اللي كان موجود داخل مجلس نواب اللي تم الاقتراح بيه. في الاخر احنا كمواطنين اللي هننزل نقول رأينا في هذه التعديلات سواء بقى او بلا.